من لا تاريخ له لا حاضر له. مرت البشرية بالعديد من الأطوار والعديد من الحضارات التي كان لها إنجازاتها وإسهاماتها بما نحن عليه الآن. حضارات عاشت قبل آلاف السنوات، لكن أثارها ومدنها وقلاعها لا تزال شاهدة على إبداعات إنسان ذلك الزمن، والتي أنتج من خلالها أعظم وأنبل الحضارات العربية والإسلامية على مر العصور. قلاع تحصن مدنها، ومدن تأسست لتلك الحضارات. مدن وحضارات من عبق التاريخ يأتيكم خلال شهر رمضان المبارك في الأوقات التالية.